بالنسبة للي يحب يستفسر أو يسأل سؤال، يروح على الموقع اللي هو drhilal.com، وإذا كنت بتستخدم المحمول فدي الطريقة في منتهى السهولة، مش محتاجة منك تسجيل دخول ولا أي حاجة. بتروح تكتب drhilal-.com، انتر، بيظهر لك الموقع بهذا الشكل لو انت بتستخدم المحمول. في رسالة كده بتيجي في كل المواقع الأيام دي مفروضة، يقول لك الموقع بيستخدم الكوكيز ومش عارف ايه عشان يحفظ الصفحات بعد كده، فتضغط إغلاق، بيظهر لك الموقع بهذه الصورة. لو عايز تقرأ حاجة بقى بتفر وتشوف الحاجة اللي انت عايز تقرأها، بيظهر الموقع بهذه الصورة. كل دي لو عايز تقرأ حاجة معينة ديك انت بتفر الموقع وكده. لو عايز تسجل الدخول، وده مش إجباري طبعا، تقدر بتنزل تحت خالص على الموقع، في آخره كده في تسجيل الدخول أهو، وتضغط على كلمة تسجيل الدخول. لكن احنا مش محتاجين تسجيل الدخول دلوقتي، احنا هنشرح ازاي انت تسأل سؤال في منتهى السهولة. بتيجي هنا في قائمة، هي الشرط الثلاثة ديت، وبتشوف القسم المناسب تسأل فيه، الاتصال بالدكتور هلال مش عارف ايه، الاستشارات اونلاين، ده اللي يهمك الاستشارات اونلاين. بتشوف حاجة معينة انت عايز تسألها، ده الاستشارات اونلاين لو انت عايز تسأل في الموضوع ده، الاستفسار بخصوص مرض السقاليل، يعني في ارشادات بيقول لك دخل السن والجنس ان ذكر ولا انثى والحاجات البيانات الاساسية بتاعتك. وبعد كده هتلاقي الايه، اما تنزل شوية دي الاسئلة والرد عليها، الاسئلة والرد عليها. في نهاية الأسئلة والرد عليها في خانة بيقول لك اترك التعليق بتاعك، بتكتب السؤال بتاعك في خانة، وتحت الخانة الاسم إجباري، وبعدين البريد الإلكتروني. مهم تكتب البريد الإلكتروني صح عشان بيجي لك الرد على البريد الإلكتروني بتاعك أو الاختار. الموقع الإلكتروني ده مش مهم. بعد ما تخلص طبعا لو في صور ولا حاجة، في هنا اهو تشوز فايل، اختار ملف. عشان كده في ناس بتقول انا ما بعرفش احط الصور في الموقع، لان للاسف مكتوب بالانجليزي ومش مترجم. كلمة تشوز فايل ديت بتضغط عليها بيقول لك بتحمل فايل. دي طريقة، وفي طريقة احسن من كده، بان انت بتختار، بتروح على تطلع بره الموقع وبتختار من جوجل موقع تحميل صور مجاني، ماشي، بتحمل الصورة، وفي أثناء التعليق اللي انت كاتبه أو السؤال بتحط اللينك بتاع الصورة بتاعتك، بتحط الرابط بتاع الصورة بتاعتك. في مواقع كثيرة جدا على الإنترنت بتحمل الصورة بتاعت اللي انت عايز تبعتها، صورة تحليل أو أي حاجة بتحملها. طبعا يمكن دي تكون أسهل بالنسبة لك، لأن في الموقع عندي لما بتختار تشوز فايل احيانا بتبقى فيه صعوبة. ليه؟ لان ممكن الملف اللي انت عامله حجمه كبير قوي، مصوره بالمحمول او كده، فبيبقى حجمه كبير قوي، انت ما تعرفش تصغر الحجم، فبتحمله زي ما هو. الموقع عندي ما بيقبلش الاحجام الكبيرة قوي، ماشي. بعد ما بتخلص الكتابة بتضغط بقى اعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الالكتروني، بتختارها اعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الالكتروني، بعد كده ارسال التعليق بتاعك. يعني العملية مش صعبة، سهلة جدا جدا، وبنقول فيها ميزة ان انت تقدر تكتب الكمية وصف بالتفصيل الشديد، وتقدر تحط صورة الملفات في الموقع، ماشي. ده لو انت بتستخدم المحمول.